مشاركة عربية ودولية لافتة هي الأكبر سجلها معرض بغداد الدولي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة العراقية بمشاركة أكثر من 800 شركة محلية وعربية ودولية. مساحات العرض حجزت بالكامل قبل أيام من انطلاق المعرض، ما يمثل أهميته الاقتصادية في خلق فرص استثمارية وتجارية. هذا الملتقى الاقتصادي مهم جداً، وإن شاء الله سوف يحقق فرص واعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وتبادل الخبرات والتقنيات، ويكون بوابة نحو العالم للصناعة العراقية، وليكون له الانعكاس الإيجابي على الوضع الاقتصادي في العراق. لا يفوتني أن أذكر أن الصناعة العراقية هذه المرة كانت حاضرة وبقوة. الجناح العراقي تميز بشركات ومصانع ومعامل رصينة، منتجاتها مبهرة. المشاركة العربية برزت هذا العام، حيث كانت السعودية هي ضيف الشرف وأكبر المشاركين، والهدف هو توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، كما يطمح ممثلو الشركات السعودية. الهدف الرئيسي من مشاركة المملكة العربية السعودية هو لتوطيد العلاقة الكبيرة ما بين البلدين ورفع المستوى الاقتصادي والتجاري والتبادل التجاري ما بين البلدين. هدف مشاركة شركة الفنار، وهي ليست الأولى، حيث شاركت سابقا في معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار ومعرض العراق للطاقة، وذلك لزيادة نسبة الصادرات السعودية لما يمثله المنتجات السعودية في السوق العراقي من أهمية. الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد لعب دورا مهما في نجاح المشاركة بالمعرض عاما بعد آخر أمام الشركات المحلية التي شاركت بقوة في دورة هذا العام، على أمل الإعلان عن وجودها وتطورها أمام الخبرات التجارية والاقتصادية القادمة من مختلف دول العالم. بالنسبة لمشاركتنا في معرض بغداد الدولي، احنا سنويا نشارك في معرض بغداد الدولي، وهو من أهم الأسواق التجارية اللي تجمع بين كل دول العالم ومحافظات العراق للتعرف على المنتوجات والصناعات العراقية اللي من منتج عراقي وبأيدي عراقية. الاستقرار الأمني بالبلد هو اللي خلى كل هالدول تجي وتعرض منتجاتها وتحاول تعمل شراكات تجارية بالعراق. وشاركت في دورة هذا العام 20 دولة عربية وأجنبية بمختلف المجالات والتخصصات المتنوعة التي تستهدف السوق العراقي، وخلق شراكات مع أكثر من 200 شركة عراقية شاركت لعرض منتجاتها وتبادل الفرص. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد.